طيب احنا عايزين هنكتب الآيات دي عشان احنا هنجمعها مع هنجمع الآيات مع بعض، هنتعلم ازاي بقى كيف نتدبر على محتوى الكلمة. زي ما احنا قلنا ان الآية بنكتبها كاملة لأن سياق الآية بيختلف. تمام تمام انا هعرض تمرين من تمريننا اللي اتبعته وهنشوف. هو التاسك احنا طلبناه كده بالشكل كده. مهم الشاشة واضحة معاكم؟ طب لغاية ما الملف يتبعت، هو عامة اللي احنا عايزين نحاول نتكلم فيه ان احنا بنحاول نكتب الآية كاملة، ولو في سياق في الآيات هو ده التمرين بتاع النهاردة بالشكل ده او المحاضرة بتاعت النهاردة كده. المهم ان انا اضع السياق معايا. يعني ايه السياق؟ يعني الآية ليها سياق، ممكن المعنى بيكون معنى جزئي او معنى كلي حسب سياق الآية. يعني في آية مجرد ما أقرأها أستطيع إن أنا أحدد أو أفهم معناها، في آية تانية بتحتاج إلى الآية السابقة ليها أو الآية اللاحقة ليها. فأنا بتدبر، أنا حاليا بتدبر على مستوى الكلمة. يعني إيه بتدبر على مستوى الكلمة؟ يعني أنا ببحث بوسيلة ما، سواء يعني بمجرد النظر أو عن طريق تطبيق من التطبيقات، على كلمة في خلال، لا إما في خلال السورة لا إما في خلال مثلا القرآن الكريم كله. احنا اتفقنا ان في تدبر على مستوى الحرف، تدبر على مستوى الآية الكلمة، تدبر على مستوى الآية، تدبر على مستوى السورة، وتدبر على مستوى الكتاب. فأنا عايز أبحث عن كلمة أو عن موضوع، يعني مثلا هقول إن الطاقة دي موضوع، فأنا عايز أبحث في موضوع الطاقة. فبعمل إيه؟ فبشوف الكلمة أو مشتقاتها وببدأ أبحث، ممكن أرجعها لمصدرها بالطريقة اللي تقدر تبحث فيها. وببحث مثلا من خلال أحد التطبيقات عن الكلمة في القرآن الكريم كله، بجمع الآيات اللي اتكلمت عن الموضوع ده وبحاول إن أنا أثير حواليها أسئلة، اللي هو زي ما إحنا قلنا قبل كده إن بسأل الآية عشان أقدر أفهم. بعد كده بحاول إن أنا أشوف بقى يعني هل أنا فهمت كده المعنى؟ طيب إزاي بقى أبدأ أتحرك من خلاله؟ من خلال إن أنا بربط عن الكلمة اللي أنا استخرجتها من خلال القرآن الكريم كله مع الأسئلة اللي تمت إثارتها، مع الهدف اللي أنا محدده في البداية، وبحاول أشوف الهدايات اللي تخليني يعني أتدبر وثم أعمل بهذا القرآن وأحاسب نفسي عليه. هو ده الهدف بتاعنا من الآيات. يعني إحنا ممكن نشوف يعني الآيات اللي هي أنتوا كاتبينها مع بعضكم في الشات، لو إحنا شيرنا يعني أنتوا ممكن نبدأ نقرأها مع بعض. بس زي ما احنا اتفقنا ان في التمرين ده محتاجين نكتب الآية كاملة لو في سياق معين. يعني انت لو بتقرأ الآية وقطعتها وحاسس ان الآية محتاج الآية السابقة او اللاحقة ليها، بنضع السياق كامل بحيث ان احنا عندما يعني نكتب هذه الآيات كلها مع بعضها نستطيع ان احنا نصل الى المعنى الإجمالي، وبالتالي ان احنا نقدر نتدبر تدبر يعني من خلال السياق اللي موجود. طيب احنا هشارك التمرين تاني، يعني ده باشمهندس احمد عمله. يمكن هو في البداية هو بدأ من أول الهداية بتاعته من أول سورة البقرة. طبعا احنا سورة الفاتحة معانا قبلها، بس هو المميز في الموضوع إن هو كاتب الآية كاملة والسياق بتاعها. فلو بدأنا إن إحنا نحاول إن إحنا نقرأ الآيات مع بعض، هو كمان محدد لون مختلف للسياق اللي فيه الآية اللي في كلمة الصراط المستقيم، ده طبعا هيفيدنا أكثر. أنا هعرض عليكم سريعا وبعد كده ممكن نتوقف مع أي آية.
هنا مثلا يعني جاب بدأ يجيب صراط مثلا، بس صراط مستقيم أيضا. هنا في صراط العزيز الحميد، احنا قلنا الكلمة أو مشتقاتها، هذا صراط علي مستقيم. هنا في الصراط السوي، صراط الحميد، هنا الصراط المستقيم، الذين يؤمنون بالآخرة عن الصراط الناكبون، صراط العزيز الحميد، هنا الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم. السبق الصراط، هنا في صراط الجحيم. احنا كده بقى بنتكلم كمان على التضاد، يعني احنا قلنا في عندنا يا اما الكلمة ومشتقاتها او التضاد ليه. هنرجع للكلام ده في اثناء الشرح، احنا حبينا نوريكم التمرين ومن خلال التطبيق على الايات. وهديناهما الصراط المستقيم، هنا سواء الصراط، صراط المستقيم، يعني في اختيار السياق إن الآية اتكررت سورة الزخرف، نصرات سوية، صراطك المستقيم. تمام، ممتاز جدا. يعني هو الجيد في هذا الأمر زي ما احنا شفنا، يعني أحد زملائنا بدأ يستخلص الكلم أو المصطلح اللي احنا قلناه، سواء اللفظ زي ما هو أو جزء منه أو فيما معناه أو التضاد بتاعه. وده احنا زي ما احنا كنا قلنا ان احنا عندما بنتدبر على مستوى الكلمة، فان احنا بنلاقي ان انا محتاج بتدبر على اي من، يعني انا عندي اصلا ببحث عن الكلمة ومشتقاتها، ممكن مصدرها، ممكن التضاد بتاعها، وبالتالي ببدأ ان انا احاول افهم من خلال هذه المعاني مع اثارة الاسئلة. فلو انا رتبت اللي احنا تدرسناه لغايه دلوقتي، احنا اتكلمنا على تحديد الهدف، فلو قلنا ان انا الهدف ان انا ما اريد الاهتداء الى الصراط المستقيم، بعد كده بدات اثير اسئله حوالين الهدف في الاول، يعني ايه هو الصراط المستقيم مثلا، كيف اصل اليه كذا، بعد كده بدات ابحث عن الكلمه ومشتقاتها سواء في صوره معينه حسب موضوع الدراسة إيه. يعني أنا ببحث عن في خلال صورة أو في خلال مجموعة من الصور مثلا جزء، أم في خلال القرآن الكريم كله. إحنا خدنا التمرين ده عشان نتعلم من خلال القرآن الكريم بأكمله، وبدأنا إن إحنا نشوف إزاي إن إحنا نستفيد من هذا التمرين. هنبدأ نثير بقى أسئلة حوالين الآيات اللي إحنا وصلنا لها، يعني ممكن آية آية. في البداية لازم باخد الآية بالسياق بتاعها، لو الآية زي ما احنا اتفقنا إن سياقها كامل خلاص أنا كده هقدر أدبرها إن المعنى بتاعها واضح. طب لو الآية في السياق ليها ناقص، يعني لو قلنا مثلا ويل للمصلين، أنا كده ما ينفعش أصلا، كده أنا اتقطعت الكلام عن سياقه، فبالتالي أنا كده هفهم الموضوع، فبالتالي إن أنا كده لن أستطيع أن أتدبر تدبر صحيح هذه الآية. واضح يا جماعة؟ بعد كده ببدأ زي ما احنا قلنا بنثير أسئلة حوالين الآية لنصل إلى السياق المطلوب. لو بصينا على الشاشة زي ما احنا قلنا إن احنا عندنا مبادئ التدبر، اتكلمنا عن تحديد الهدف، سؤال الآية تجيبني، بعد كده التدبر على إيه؟ على مستوى الكلمة، عندنا التدبر على مستوى الكلمة، اتكلمنا على مشتقات الكلمة،
أو نواقض الكلمة أو كلمات في المعنى ذاته، أو هل الكلمة نفسها ممكن يكون لها معنى أو عدد معاني، وتتبع الموضوعات نفسها، يعني هل الكلمة دي ممكن توصلني إلى أكثر من موضوع أم. تمام، عايزين لو في أسئلة عشان نكمل بعدها، أسئلة في اللي إحنا قلناه أو أسئلة عموما في وأنتوا بتأدوا التمرين. طيب إيه اللي فهمناه لو حد يكرر اللي إحنا قلناه يعني، أو تقولوا لنا تجربتكم من خلال التمرين؟ هو المرة دي في ما شاء الله ناس كتيرة بعتت التمرين، فأنا عايز أشوف التجربة بتاعتك، فخلينا نتفاعل شوية زي ما إحنا اتعودنا في المحاضرات بتاعتنا، لأن هو التمرين زي ما إحنا اتكلمنا بيعتمد على التفاعل التدريب بتاعنا، والنقطة إن أنتوا إزاي بحثتوا، يعني هل أنتوا بحثتوا خلال القراءة يعني من المصحف، ولا من خلال تطبيق، ولا في ملف بحثتوا فيه؟ ممكن نبدأ بالباشمهندس أحمد، أنت حضرتك بحثت إزاي يا باشمهندس أحمد مثلا؟ هل في تطبيق استعنت بيه أو في ملف معين عشان الناس تستفيد من الموضوع ده بعد كده؟ والحقيقة يعني أنا عندي حاجة يعني أنا حصلت عليها بقصة غريبة يعني. أنا يعني كان ليا واحد يعني قريبي كان طالب، هو في آداب لغة عربية، كان طالب مني كتاب أشتريه له من القاهرة. فكان طالب مني كتاب يحتوي على معاني القرآن الكريم. فالحقيقة يعني علشان أنا مش متخصص أوي في الموضوع ده، فروحت اشتريت حاجة اسمها المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. فالكتاب ده جيت في فترتها يعني هو قال لي إن هو مش عاوزه، فقال لي أرجعه يعني. فأنا خدت المعجم ده من حوالي تقريبا يعني من حوالي سنة. لما فتحته يعني أنا كنت ناوي إن أنا أرجعه، بس أنا احتفظت بيه الصراحة يعني. أنا لقيت فيه إن هو مرتب يعني مثلا ماشي حسب الكشف في المعجم بكل مادة، يعني المعجم اللي احنا كنا بناخده في اللي هو في ابتدائي اللي هو بترد الكلمة لأصلها، بعد كده هو جايب لك الآيات مرتبة حسب نزولها في المعجم وحسب الصورة. يعني أنا مثلا كلمة الصراط صار ط صاد ر ط، لو دورت كده في الحروف بتاعتها صاد ر ط هلاقي عندي اللي هي الآيات نفسها كاتب لي الصورة ورقم الآية ورقم الصورة. فده الصراحة يعني كان أكتر حاجة يعني استفدت منها في الموضوع. كتاب اسمه كده المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. طيب هنشوف بقى بقية الأستاذ بشار من خلال قراءة القرآن تكرر معنا الصلاة المستقيمة ومشتقات بأغلب الصور، وتم استعانة بمواقع على الإنترنت نجد فيه المفردات في القرآن الكريم مع معجم معين. ممتاز جدا، تمام، دي تجربة مميزة للأستاذ بشار، جزاكم الله خير. مين تاني يا جماعة إزاي تفاعلتوا؟ عشان برضو الناس اللي مقدرتش تعمل التمرين، لأن الموضوع ده مستمر معانا، إحنا خلاص بعد كده إحنا كل قاعدة أو كل مبدأ بنتدارسه بيبقى مستمر معانا وبنبني عليه، يعني تحديد الهدف ده معانا كده على طول، سؤال الآيات ده معانا برضو على طول، المحور بقى بتاع التدبر اللي إحنا هنتكلم فيه بعد كده وده اللي مستمر معانا دايما هو التدبر على مستوى الكلمة، إن القرآن بيتكون من كلمات، وأنا أريد من كل كلمة ببني موضوع. يعني وببحث عن هذا الموضوع ازاي القرآن اتكلم عنه، فبالتالي الناس ازاي ان انا اطبقه، يعني زي ما سواء اتكلمنا عن الصراط المستقيم او هنتكلم بعد كده عن الايمان عن التقوى عن التوحيد، اي مصطلح موجود في القرآن الكريم وفي الاخر هو بيتكون من كلمات، والكلمات دي انا بحتاج ان انا عايز اعرف القرآن ازاي، يعني الله سبحانه وتعالى كيف تكلم عن هذه الكلمات. تمام، بارك الله فيك. ده الشكل وده ده شكل الصفحة مثلا، فهو مثلا هو من فوق اللي هي الآية مثلا اللي هي الحروف بتاعة الكشف في المعجم، بعد كده الآية بقى في الجنب حسب ترتيب الصور، يعني الكهف الآية رقم 31، الصورة دي رقم 18، أو اللي هي مثلا هي خضراء خضرا، ويجيب لك اللي هي الآية اللي فيها الكلمة يعني ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق بهذا الشكل يعني. ده كل الألفاظ بتاعة القرآن الكريم يعني.
بس هو هي هو يعني الموضوع محتاجة يعني الخلفية اللي هي بتاعت الابتدائي دي، اللي هي الكشف في المعجم بتاعت تقريبا ابتدائي وإعدادي. تمام، هو كده بيرجع الكلمة لمصدرها، مصدر الكلمة، وبيبحث بالمصدر، وده ودي يعني أقوى طريقة، لأن دي هتجيب للكلمة سواء هي اسم أو فعل وحسب مكانها، فدي من أقوى الطرق، إن أنا بشوف الكلمة مشتقاتها اللي هو مصدر الكلمة ومشتقاتها، وإحنا بنزود كمان مترادفات ليها وكمان التضاد، فبالتالي يعني إحنا هنلاقي إن هو في أثناء البحث إحنا عشان الكلمة دي كانت كلمة مركبة، يعني بنتكلم عن الصراط المستقيم، وفي بعض الكلمات مثلا ذكر صراط الجحيم أو صراط ونسبه إلى الله سبحانه وتعالى، فإحنا كده عالجنا نقاط مختلفة. هنلاقي إن إحنا بعد كده ممكن نكون حاجة زي كلمة واحدة مثلا زي التقوى، أو مثلا لو قلنا إن الإيمان والتضاد بتاعه الكفر، فإحنا هنبحث بالإيمان وهنبحث بالكفر، بحيث إن إحنا التضاد بيوضح المعنى، وصفات الإيمان تخالف صفات النفاق وصفات الكفر، فبالتالي هنصل إلى معاني أكتر. طب الأستاذة فريدة بآية من المعجم من فارس أستاذ القرآن الكريم، هو نفس المعجم اللي استفاد منه المهندس أحمد، وكانت تقف أثناء التلاوة عند كلمة الصراط مرت معي وكنت أثير حولها أسئلة. يبقى هي الأستاذة فريدة أضافت لنا نقطة تانية، إن هي يعني هي بحثت، وأيضا أثناء التلاوة بتاعتها كانت كل كلمة تراد بتقف معاها وبتحاول تبحث في المعنى، وده من صميم التمرين اللي إحنا بنعمله، إن إحنا أثناء القراءة عايزين يعني التلاوة اللي إحنا بنعمله، طالما إن إحنا حددنا الهدف، أنا حددت هدفي إن أنا أريد أن أهتدي إلى الصراط المستقيم، وبدأت أبحث عن الصراط، فهتلاقيني في خلال التلاوة حتى لو أنا بتلو التلاوة اللي هي السريعة اللي كان معظم الناس بتقوم بيها، إن أنا عقلي بيتوقف عند أي كلمة تقابلني فيها الصراط وببدأ أفكر فيها عشان أصل إلى الهدف وأثير حواليها أسئلة. فإحنا زي ما إحنا قلنا ده تدريب، فالتدريب أنا بخلي عقلي الباطن هو اللي بيشتغل، يعني إيه؟ يعني أنا يعني أريد إن الموضوع يبقى تلقائي، يعني ممكن الموضوع يصل حتى وأنت بتتحرك وأنت ماشي وأنت نايم أساسا تبدأ تتفكر، وزي ما احنا يعني ان الله سبحانه وتعالى ده وصف اساسا ذاكرين الله فيه، يعني بيذكر الله سبحانه وتعالى في كل احواله، فانت من خلال التدبر ممكن تصل الى هذه الدرجه. اتفقنا يا جماعه؟ جزاكم الله خير. طيب تحبوا ان احنا نسير بقى اسئله ازاي حوالين الايات اللي احنا جبناها؟ او خلينا كده يعني من انت المفترض ان احنا عملنا الخطوات دي كلها، حددنا الهدف وسألنا وجمعنا الآيات وسألنا الآيات، فلو في كلمة كده كل واحد يقول لنا هو فهم الصراط المستقيم ازاي، لان الآيات موجودة، ولكن يعني هو سبحان الله احنا بنبحث في نفس القرآن، لكن ممكن واحد يكون وصل إلى عدد آيات أكبر، واحد وصل أخذ آيات أقل، واحد خد الآية في سياقها، واحد ما خد الآية خارج سياقها، فخلينا في كلمة أو في كلمتين كده لو كل واحد يقول لنا هو فهم الصراط المستقيم إزاي. مين يبدأ يا جماعة؟ يعني وأنا يعني أنا أفضل إن أنتوا تستخدموا المايك إن شاء الله، ده مجلس عام، خلينا نتدارس ونتعلم، اللي حابب برضو يكتب على الشات مفيش مشكلة. واضح السؤال يا جماعة؟ طب واضح المطلوب اللي احنا نعمله؟ طيب خلينا نسأل سؤال بطريقة تانية، أنا دلوقتي عايز أعرف لو حاولنا نستخرج تعريف الصراط المستقيم من خلال الآيات اللي احنا جمعناها، النقطة التانية يعني كيف أصل إلى هذا الصراط المستقيم؟ كان لو حاولنا نثير أسئلة، طب وكيف أستمر عليه؟ ويعني إيه اللي يخليني أحيد عن هذا الصراط المستقيم؟ وكيف أرجع له تاني؟ وما ثمرة الوصول إلى الصراط المستقيم؟ خلينا بنحاول نساعد في الأسئلة. ممكن
نبدأ نشوف الأسئلة دي، يعني لا إما نسأل الآيات لا إما نحاول نشوف إجابات يعني آيات تدور حول هذا السؤال. ممكن الأستاذ بشار نبدأ، هو كده إن هو تمام، خلينا نبدأ. طيب الأستاذة فريدة بتقول: ترى الصراط المستقيم بتمسكي بالقرآن والعمل بما جاء فيه. تمام، ده ملخص اللي هي قراءتها، أو اللي يعني من خلال جمعها للآيات. خلينا نشوف كل واحد شايف الصراط المستقيم إزاي. ممكن باشمهندس أحمد، إن التمرين اللي أنت عملته مميز جدا، أنت جمعت الآيات بشكل احترافي يعني. ويعني الحقيقة أنا يعني اتمريت يعني شوية سريع شوية على بعض الآيات فيها، بس اللي لاحظته من الآيات في أكتر من موضع إن التقارب ما بين آيات كلمة الصراط المستقيم والفاتحة حتى في ألفاظ تانية موجود. يعني مثلا يعني مثلا إيه، إياك نعبد وإياك نستعين، هتلاقي إيه، هتلاقي بعض الآيات منها إن اعبد الله هذا الصراط المستقيم، هتلاقي في ارتباط ما بين العبادة وما بين دي. الهداية إلى الصراط المستقيم هي نعمة أنعم الله بها على ناس معينين. يعني مثلا هنلاقي مثلا من بعض الآيات اللي كانت قابلتني، لقيت إن الصراط المستقيم طريق ربنا سبحانه وتعالى اللي بيهدي ليه، يهدي ليه النبي عليه الصلاة والسلام، يهدي ليه بعض من الأنبياء. إن ممكن الصراط المستقيم في من يعني في غالبية الآيات هو طريق الحق. بعض الآيات بتتكلم على الصراط اللي هو ممكن يكون الصراط يوم القيامة، أو الطريق اللي هيمشي فيه مثلا في الحياة، ولكن في الأساس بتاعه هو الدين، والدين بقيمه بمفاهيمه الصحيحة اللي هي لله سبحانه وتعالى ومفيش إله تاني غيره، وتوحيد طبعا ربنا. ممكن دي تدي على الإخلاص اللي موجود في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين لله. وفي ارتباط في أكتر من آية إن الصراط المستقيم يطلب بالدعاء، يعني يعني أكتر من آية من صيغة الآية إنك ادعي إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يهديك للصراط المستقيم، لأن الصراط ده يعني هدية من الله للأنبياء نفسهم. يعني الأنبياء نفسهم اللي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي من عليهم بهدية الإيه؟ الصراط المستقيم. في بعض الآيات الصراحة يعني في بعض الأعمال الصالحة مثلا بتسبق الآية أو بعدها، فالصراحة يعني ما عرفتش أربط ما بينهم بشكل كبير، بس حبيت يعني ايه ان انا اطلع مثلا حوالي 3 أو 4 آيات، فلقيت مثلا ان السياق ماشي، ان الاعمال دي ممكن يعني تكون نظرتي مثلا نظرة ضعيفة، ولكن ايه ان الاعمال السابقة مثلا اللي كانت مثلا الاعمال مثلا اللي هي اللي كانت قبل دي، فرد مثلا لنبي مثلا على بعض القوم مثلا اللي هو مثلا ضالين مثلا او غافلين بالصراط المستقيم. فالاعمال مثلا اللي هم كانوا بيعملوها دي، الاعمال الخاطئه دي، لا ده المفروض دي عمل ما تتعملش. فده يعني كان اكتر جنب يعني. والفاتحه نفسها فيها الايه، التنويه على انك لازم تدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو اللي يهديك للصراط ده، لان لو ربنا سبحانه وتعالى لم يشأ بهذه الهدايه مش هتوصل مهما كان اللي بيدعوك للايه للهدايه دي. انا اكتر يعني اكتر حاجه استوقفتني اللي هي كانت الايات اللي كانت ما بين ابراهيم وابي، سيدنا ابراهيم وابي، اللي هي اتبعني اهديك صراطا مستقيما. رغم ان سيدنا ابراهيم كمان، ان سيدنا ابراهيم الصراط المستقيم لازم يكون في بحث، لأن سيدنا إبراهيم هو اللي يعني أنا بتوقع إن هو اللي وصل عمل بادرة، يعني حاول إن هو يوصل للصراط المستقيم أو للهداية، فكان من الله عليه بقى إن هو وصل إيه للصراط المستقيم، أو وصل لإيه لطريقة العبادة الصحيحة.
اللي هي منها بشكل كبير الوصول لله سبحانه وتعالى نفسه واخلاص العباده ليه، وانك ما فيش حاجه تقدر بقى تزعزع الايه العقيده دي، اللي هو ان الله سبحانه وتعالى هو الخالق وانت العبد لهذا الله، وان جانب العبوديه لازم برضو يكون فيه ان انت ممكن ان اي حاجه اتخلقت في هذا الكون فلله، واي عمل هتعمله مثلا حتى لو كان مثلا بارادتك فده برضو من هدايه ربنا ليك برضو. فدي كانت اكتر حاجه يعني لفتت انتباهي في الجزئيه دي. بارك الله فيك، هو دي ملحوظة جميلة جدا. خلينا ألخص شوية اللي أنا فهمته من كلامك واللي إحنا عايزين نقوله برضه، إن إحنا هنلاقي إن التمرين ده بيؤكد لنا إن سورة الفاتحة هي يعني هي أم الكتاب وهي محور القرآن الكريم يدور حوله. يمكن في بعض آيات هي لخصت البداية من موضوع التوحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده والاستعانة به وحده، ثم طلب الهداية منه اهدنا الصراط المستقيم، ثم وصف هذا الصراط يعني عشان زي لأن يعني القرآن الكريم دايما يقول لنا إن إحنا لينا في أنبياء الله قدوة حسنة، في أنبياء الله وفي الصالحين هنلاقي إن إحنا قدوة حسنة. ده ليه؟ لأن إحنا هتقابلنا ابتلاءات وهتقابلنا عقبات ممكن تخلينا نستصعب هذا الأمر. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى إنه أنزل إلينا بشرا، يعني هذا بشر مثلكم، ولم ينزل ملك أو أي يعني هو أنزل بشر، فأنت بشر مثل هذا البشر، وأنزل هذا الوحي على نبيه، وأنت مخاطب بهذا الوحي. هذا النبي البشر قابلته ابتلاءات، استعان بالله سبحانه وتعالى وحده، الله سبحانه وتعالى نصر أنبياءه على الرغم من قوة الكفار واتحادهم ضد الأنبياء وضد المصلحين، ولكن الله سبحانه وتعالى دائما ينصر عباده المؤمنين. ففي ذلك وحي بالتمسك بالكتاب والهدى الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، واليقين بأن النصر من عند الله وأن القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى وحده، ونحن مطالبين بالأسباب. ففي اتباع هذا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، ومخالفة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني نشوف يعني لماذا غضب الله على هؤلاء ولماذا ضل هؤلاء ونخالفهم فيما فعلوا. فإحنا عندنا طريقين في الصراط المستقيم، ده صراط الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، فهؤلاء بناخدهم قدوة وبنتبع خطاهم، ومن خلال القصص يعني التي يعني قرأناها في القرآن عن هؤلاء، هذا بيعطينا أمل وبيعطينا إن إحنا على الطريق الصحيح على الرغم من كل العقوبات يعني العقبات الموجودة. فنجد مثلا أن المسلمين في غزوة الأحزاب إن هم يعني تصوروا إن هم وصل بيهم الأمر والرعب مدى، ولكنهم يعني تمسكوا بوعد الله سبحانه وتعالى فنصرهم الله. فكل شخص ممكن معرض إلى أن يصل الابتلاء إلى هذه الدرجة، فعليه أن يتمسك بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وباتباع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والصالحين كقدوة حسنة، وبالتالي إن شاء الله يصل إلى مكانه. في نقطة تانية الإخلاص، يعني إن هذا الأمر أنا أفعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى. ممكن يظهر الأمر بيني وبين الناس أن هذا الشخص هو يعني هو الأنبياء في خلق، ولكن هو بينه وبين نفسه وبين الله ليس هذا هو الموجود. فهنا إن إحنا بنجد إن الإخلاص هو نقطة مهمة جدا في الموضوع التقوى. هنلاقي ان في
في بقى يعني حاجات هتخلي تدعمنا على هذا الصراط المستقيم، فهنبحث فيها يعني هتكمل. احنا قلنا الهدف من هذا القرآن الكريم هو الاهتداء، هو الهدى الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، ووعد من يتبعه أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب ده في يعني هذا في الدنيا المليئة اللي هي دار ابتلاء، فمن تجاوز هذا الابتلاء وصل إلى الفوز في الجنة. تمام، أنا بس هبعت الرابط لبعض الناس في المجموعة التانية. مشكرين يا فندم. نشوف مثلا تجربة حد تاني، الأستاذ بشار مثلا كتب أن الصراط المستقيم مؤلف من جزئين، صراط ومستقيم وبينهما ترابط يوصل إلى الحق والنجاة للعبد ودخوله الجنة. في آيات ذكر الصراط فقط وذكر المستقيم فقط. تمام، مثلا وزنه بالقسطاس المستقيم هو الحق ويهدي إلى صراط العديد الحميد. قال هذا صراط علي مستقيم. تمام، طيب مين تاني يتفاعل معانا؟ احنا كنا قلنا واحنا بنتدبر ان احنا انا دلوقتي عندي ان الكلمة انا بتدبر على مستوى الكلمة. تمام، وقلنا ان الكلمة لها مشتقات او نوافذ او كلمات في المعنى ذاته، هل الكلمة معنى او معاني، في حاجات مكملة دي. يعني زي ما احنا قلنا ان الصراط المستقيم ده محتاج يعني حاجات كتيرة جدا الآيات هتبينها، ممكن تكون ذكرت بصورة مباشرة أو يعني أو بصورة غير مباشرة. يعني وأنا بقرأ لن يكفي فقط إن أنا أجيب الكلمات وأقطعها وأحطها في ملف وأقول يا جماعة هو ده الصراط المستقيم بس. فزي ما إحنا كنا بنتعلم إن القرآن الكريم ده هو وحدة موضوعية واحدة بيكمل بعضه بعض، فهجد إن في صفات كتيرة وفي أفعال بتدعمني إلى موضوع الصراط المستقيم. تمام، كل ده بيكمل بعضه البعض. يعني أنا عندي النية، عندي الإخلاص، عندي التوحيد، عندي كل أمر من أمر الله سبحانه وتعالى. طالما أنا أريد أن أهتدي إلى الصراط المستقيم فأنا في البداية بتبع الهدى هو القرآن الكريم، كل كلمة فيه أنا مخاطب بيها، كل أمر فيه أنا مخاطب بيه، كل نهي أنا منهي عنه. بتعامل مع القرآن هو الوحي ده بينزل علي، يعني أنا يعني أتعامل مع القرآن وكأنه ينزل على قلبك الآن. كل كلمة إنه أمر من الله سبحانه وتعالى لك. إفراد الله بالعبودية والصلاة صراط المستقيم. ما احنا صحيح، هو اللي احنا بنقوله ان انا بس بشوف بحاول يعني من خلال البحث على مستوى الكلمة بكون الاطار العام. الاطار العام ده هو مش هيبقى اطار فارغ كده، محتاج كل كلمة وكل آية في القرآن الكريم ستدعم. يعني افراد الله سبحانه بالعبودية زي ما يوصل الصراط المستقيم، الاخلاص يوصل الصراط المستقيم، التقوى، الإيمان، الصدق، كل يعني كل بقى الأفعال الحسنة والأوامر اللي فيها اهتداء بأوامر الله سبحانه وتعالى، أنها أمر من الله سبحانه وتعالى، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذه الصفات توصلني إلى الصراط المستقيم. تمام، لكن على الصراط المستقيم أنا هنقول إن هو هنقول هو الهدى. يعني أنا أريد أن أهتدي إلى الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ده لو قلنا إن هو خلينا نقول إن هو أكثر طريق توصلني للجنة، فبالتالي وحواليه عقبات كتيرة. يعني هو صراط، هنقول إن هو صراط واحد فقط من خلال هذا القرآن والسنة الشارحة المبينة له توصلني إلى الصراط المستقيم. هذا الصراط يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى فهم الابتلاءات، كيفية الخروج منها، كيفية الاستعانة بالله، يحتاج إلى دعاء دائم. فده اللي إحنا زي ما إحنا بنقول إن إحنا ايه اللي بنعمله في التدبر، بنتعايش مع الآيات. مجرد ان انا جبت كلمة وكتبتها خلاص بتعايش مع الآيات، كل كلمة هتمر عليا بقى هل هذه توصلني الى الصراط المستقيم ام لا.
يبقى في الأول إحنا حددنا الهدف، بدأنا نسأل الآيات، بدأنا نبحث على مستوى الكلمة، بدأنا بعد كده نشوف السياق بتاع الآية، بعد كده هنلاقينا بنتوقف عند كل آية، هل هذه الآية توصلني إلى هذا الهدف أم لا؟ يعني هل هتوصلني عن طريق أم؟ أو عن طريق إن أنا أنتهي عنه، أو عن طريق صفة أتبعها، عن طريق الاستمرار في العمل الذي أقوم به. تمام يا جماعة واضح؟ ماشي، عايزين نشوف باقي تفاعلات الناس. طيب عشان نلخص اللي احنا عايزين نعمله النهارده، هو النهارده المحاضرة عن برضو التدبر على مستوى الكلمة، وبنربط التدبر على مستوى الكلمة باللي احنا اتكلمناه قبل كده، تحديد الهدف، سؤال الآيات، التدبر بقى على مستوى الكلمة، الحاجات اللي احنا عملناها دي، سواء مشتقات الكلمة، أنا جبت مصدر الكلمة وبحثت عنه زي ما المصنف عمل، أو زي ما المعجم شغال، ممكن تضاد للكلمة، تمام، كلمات لها ذات المعنى، يعني احنا في قلنا صراط الحميد كذا، تمام، هل الكلمة معنى واحدة أم عدة معاني، أو زي ما بيقول دلالة أو عدة دلالات، هل أصلا في الكلمة دي تتحمل كذا موضوع أم موضوع واحد، هل في موضوعات تدعمها، تمام، السياق بتاع الآية ده مهم جدا، إن أنا ما بقرأش الآية خارج سياقها، فده التمرين بتاع النهاردة اللي إحنا بنعمله. يبقى إحنا الجديد اللي إحنا بنعمله النهاردة إيه؟ إحنا بنربط الكلام ده مع بعض. إحنا عملنا زي تعليم استباقي، إن إحنا إديناكوا التمرين، لأ ابحث عن مستوى الكلمة قبل ما نبدأ نشرح، بعد كده بدأنا إنتوا استخرجتوا الكلمات. خلينا بقى نربط الكلام ده ببعضه، هتلاقينا نخرج بمعنى مبدئي، بعد كده هنلاقينا نتوقف عند كل آية، هل هي توصلني للهدف ده أم يعني محتاج أكتر من وسيلة عشان أصل إلى الهدف اللي أنا بتكلم عنه. طيب مين تاني هيقول لنا التجربة بتاعته؟ طب خلينا حتى اللي هو ما عملش التمرين خليه يجرب معانا ويتفاعل معانا سواء بالصوت أو بالشات عشان نتعلم حتى لأول مرة يحضر. طيب في حد أول مرة هو مش عارف إحنا بنعمل إيه؟ يعني أنا أول مرة، لكن السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أول حصة معكم، لكن عموما فهمت يعني العمل يمشي إزاي. لخصتنا عشان نتناقش فيه، يعني إيه اللي أنت فهمتيه وإيه اللي ناقصك عشان إحنا نقدر إن إحنا ونطبق مع بعض التمرين. أهلا بك بداية، تفضل. شكرا بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. هو أنا هلخصك بس قبل ما تتكلمي، إحنا في الدورة دي إحنا بنتكلم عن مبادئ التدبر في القرآن الكريم، إحنا كنا قلنا التدبر بيجي بعد فهم المعنى، فهم المعنى اللي إحنا ممكن نقول إن هو التفسير، التفسير ده بيختلف بداية من إن في معنى واضح للآية، هي الآية ميسرة للذكر، معناها واضح ومباشر، وفي بعض الآيات بتحتاج إن أنا أستعين بمثلا بكتاب معانا في القرآن الكريم أو أحد التفسير عشان أفهم المعنى الإجمالي. بعد ما بفهم المعنى الإجمالي ببدأ أشوف يعني كيف بقى أتحرك في خلال هذه الآية، هعمل إيه بعد ما أفهم هذه الآية. يبقى في البداية بيأتي الفهم، واحنا اتفقنا احنا لا نستطيع نتدبر بدون فهم، ممكن تكون ان في غمضة لكن هي معنى الآية كامل او في المجمل مفهوم، فما أثرش معايا في المعنى، فببدأ ان انا دي استطيع ان اتدبر في آيات انا مش فاهم معنى الآية اصلا، مش عارف هي مين المخاطب فيها ولا وكيف الخطاب، فبالتالي لازم ان انا اتوقف وارجع
يعني لأحد المصادر المعتمدة وأستعين بيها عشان أفهم معنى الآية. بعد ما فهمت معنى فهم ده، إيه اللي أقدر أعمله بعد؟ إحنا اتفقنا إن إحنا لا نتدبر في الأحكام، إحنا نتدبر فيما له علاقة بالقلب. يعني إحنا بنتعامل مع القرآن الكريم، طبعا بنحتاج إلى علوم مكملة لهذا الموضوع اللي احنا متخصصين ليها. احنا بنتدبر فيما له علاقة بينا وكيف نصلح أنفسنا وقلوبنا، ويعني إيه، ونرشد من حولنا. كنا بدأنا إن احنا قلنا لازم أحدد الهدف من القراءة، الهدف ده نقطة مهمة جدا، وإحنا يعني ممكن كل هدف زيه زي يعني لا يتم قبوله يعني. فلو ربنا كان هدفي مثلا، وده الهدف ده احنا بنحاول ان احنا يعني نبنيه عندنا بقالنا اكتر من محاضره، الاهتداء بهذا القران الكريم او الاهتداء الى الصراط المستقيم. فبالتالي ده هدفي ونيتي، فببدا اسال اسئله حوالين هذا الهدف، ودينا من المره إن إحنا بنبحث عن كلمة طبعا بيختلف كل واحد حسب الزمان. في يعني بعض الناس يعني كلمة من مصدرها واستعانوا بمصادر أخرى، فمصدر يعني قدروا يخاف إن إحنا نقدر من خلال القراءة، وتختلف كل واحد من الآخرين. فبدأنا نناقش الموضوع ده ونشيل أسئلة حوالين الموضوع ده. إحنا كده عايزين نصل إلى هدفنا الاهتداء للصراط المستقيم. ده ملخص اللي إحنا يعني الصوت بيقطع يا جماعة الناس كلها. طب مين الصوت عنده ولا حاجة؟ ألو الصوت واضح يا جماعة؟ ألو؟ أنا الصوت كان عندي، ممكن المشكل من عندي، كان صوت منقطع، الآن رجعت. طيب هو عموما احنا، طيب انا مش عارفه لسه بيأثر. فاحنا عموما احنا كده يعني كنا بنلخص اللي احنا قلناه، وكنا عايزين ناس تتفاعل معانا حوالين الآيات اللي هم جمعوها. ممكن احنا حتى نتيح لهم ان هم يشاركوا يفتحوا الآية. هسقط بقى من على الله. طب نكمل يا جماعة. دلوقتي كده احنا تدبرنا على مستوى الآية، تمام، وجمعنا الآيات. خلينا برضو ناخد نقطة جديدة في الموضوع، أو هي يعني نقطة مكملة اللي احنا عملناه، اللي هو التدبر على مستوى الآية، على مستوى الكلمة. التدبر على مستوى الكلمة، إن احنا مثلا اتكلمنا على موضوع الصراط المستقيم، وبدأنا جمعنا ده الآيات اللي اتكلمت على كده. وزي ما احنا شفنا في التمرين الناس عرضته، وده احنا اكدنا عليه ان احنا لازم نكتب الآية كاملة. ليه بقى؟ لأن في عندنا بعد كده اللي هي المرحلة اللي بعد كده، التدبر على مستوى الآية. التدبر على مستوى الآية ده هيبين لنا سياق الآية. هنلاقي إن في بعض الآيات مثلا اتكلمت على إن الاستئذان ده شيء محمود في نفس دي كلمة يعني كلمة، وفي نفس الوقت هنلاقي إن الآيات برضه اتكلمت عن الاستئذان شيء مكروه أو شيء ممنوع. فالاستئذان ده طبعا يختلف عن الاستئذان ده. فالتدبر على مستوى الكلمة مش كافي لوحده، لا ده بالتالي، لا أنا عندي في سياق ليه، حسب السياق بيختلف. عشان كده احنا التمرين اللي احنا عملناه كان تمرين زي ما نقول ان هو تمرين مزدوج.
جمع الكلمة مع سياقها، تمام؟ فأنا مش هفهم الآية غير في خلال سياقها، تمام؟ خلينا يعني نشوف، ابحثوا بقى في التمرين ده إزاي الاستئذان، هنشوف كلمة الاستئذان دي، نشوف جت كم مرة في القرآن وإمتى كانت محمودة وإمتى كانت مذمومة. خلينا نطبق واحنا قاعدين دلوقتي، وهنتظر الإجابة بتاعتكم على الشات. معانا مصحفنا ومعانا التطبيقات بتاعتنا، خلينا نبحث ونكتب على الشات التمرين عن السياق. فإحنا بنقول إن مثلا إن السياق بيختلف، ممكن الكلمة يكون ليها أكتر من معنى بيختلف حسب السياق. فإحنا قلنا إن الاستئذان ذكر محمودا وذكر مكروها في القرآن، فهنجمع الكلمات اللي اتكلمت عن الاستئذان ونبحث بقى مين إيه هو المذموم فيها وإيه هو اللي محمود من خلال السياق، تمام؟ واضح التمرين المطلوب يا جماعة؟ اللي وضحه التمرين يكتب رقم واحد بس، عشان احنا قدامنا باقي 10 دقايق فقط. تمام، خلاص كده الناس وصل لها التمرين. نبدأ هنجمع الآيات وهنحطها على الشات. طيب عشان بس نعمل التمرين صح يا أستاذ بشار، هو الآية لازم إن احنا هنكتب يعني الآية كاملة، ولو السياق بتاع الآية مش كامل يعني محتاج آية قبلها أو بعدها لازم نكتبه، لأن كده الآية كتبت جزء من الآية أنا ما فهمتش أساسا هو كده محمود أو مذموم. طيب الأستاذة هباية كتبت الاستخدام في سورة النور، إحنا عايزين الآيات، إحنا هنقول هنستخلص الآيات بعد كده نستخلص من خلال الآيات بقى نقول إيه المذموم وإيه المحمود. وإذا أنزلت سورة آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، تمام؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يا أيها الذين آمنوا نستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم، تمام؟ الباشمهندس لو تكتب لنا الصورة كمان عشان يبقى الموضوع واضح. دي صورة التوبة للاستئذان مثلا، احنا اتفقنا يا جماعة إن احنا بنكتب الآيات مظبوط كده. إذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا مع القاعدين، هنا هذا مذموم، تمام. يبقى احنا التمرين اللي احنا بنعمله دلوقتي قبل ما هنخرج بالاستنتاج بنكتب الآية سياقها كامل، يعني ما ينفعش إن الآية تكون مقتطعة من السياق، نكتب الصورة بحيث إن احنا يعني ممكن لو المعنى مش مكتمل معانا نعرف نرجع لفين. اتفقنا؟ هو ده التمرين اللي احنا بنعمله النهاردة، وده اللي هنكمله أصلا، يعني ده التمرين اللي هنقدمه بس احنا حبينا نعمله مع بعض. يبقى احنا التمرين ده الضوابط بتاعته إيه؟ بكتب الآية كاملة في سياق كامل، يعني الآية مش الآية بس في كاملة، السياق بتاعها يكون كامل، يعني أنت تقرأ الآية تفهم منها المعنى الإجمالي. لو وجدت إن الآية مش المعنى مش مكتمل شوف الآية السابقة ليها والآية اللاحقة ليها. تمرين إن أنا بستخلص السياق المفهوم، تمام؟ مش هستنتج دلوقتي، خلينا نستخلص السياق كله يعني اللي موجود حوالين الاستئذان، وأما نتناقش فيه نشوف إيه اللي محمود وإيه اللي مذموم. بس التمرين هو تدبر على مستوى الآية إن أنا بستخلص السياق بأكمله. السياق ده ممكن يكون آية واحدة، ممكن يكون مجموعة من الآيات، ممكن يكون الصورة بأكملها أساسا هي بتوضح السياق ده. واضح يا جماعة التمرين؟ في حد مش واضح له التمرين؟ يعني فضلا اللي واضح له التمرين نكتب رقم 5 بس، عشان لا نكتب رقم 5 اللي واضح له التمرين، عشان ده التمرين اللي هيبقى مطلوب المرة الجاية. بكتب السياق بتاع الآية كامل، السياق كامل مش الآية فقط كاملة. يبقى أنا عايز هعرف إزاي أصل بالسياق، وده بعد كده هيوصلنا المبدأ من بدأ اللي هتقابلنا بعد كده هو تتبع الموضوعات، إن أنا هلاقيني إن أنا أقدر في الصورة أستخلص موضوعاتها، تمام؟
الآية، هنكتب آية قبلها وبعدها، ده لو في سياق الآية يعني. المهم عندي يبقى السياق كامل. ممكن ده السياق ده ممكن يكون من آية واحدة، ممكن يكون من أكتر من آية، ممكن يصل إلى الصورة كاملة. تمام، يعني المهم إن يكون أنا عندي أقرأ السياق أفهمه. واضح يا جماعة؟ تمام. يبقى احنا هنا هنطبق. احنا قلنا النهاردة ده احنا عملناه نسبيا التمرين اللي فات، بس هنركز عليه بقى المرة دي، لان هنا انا عندي المعنى هيختلف تماما. يعني كلمة واحدة هلاقي ان معناها في جزء محمول وجزء مذموم، فبالتالي مهم ان انا افهم السياق. فتمريننا النهاردة ازاي وانا بقرأ الصورة او وانا ببحث أخرج بالسياق كامل، فبعد كده هقدر إن أنا أشوف إيه موضوعات الصورة. طيب، في حد ليه أسئلة؟ أنا كده النهاردة خلصت. لو في حد حابب يقدم التمارين اللي فاتت، ممكن هنسمح إنها تتقدم. التمرين بتاع النهاردة مهم، خلينا يعني نشارك ونغلط عشان نتعلم. مين ليه أسئلة يا جماعة؟ هنهي بقى، انا حابب بس انهي بقى تاني بالصورة دي عشان نشوف احنا بنعمل ايه. احنا قلنا ان احنا بنتدبر او بنتعلم بتدبر القرآن الكريم، بنحدد الهدف، حطينا هدف مع بعض وهو الاهتداء للصراط المستقيم. بدأنا نسأل الآيات، نجمع الآيات اللي بتتكلم عن الصراط المستقيم وهنبدأ نسألها. تمام، فاحنا جمعنا الآيات على مستوى الكلمة، ووضح إن إحنا محتاجين إن إحنا كمان نتدبر على مستوى الآية اللي هو سياق الآية. فبالتالي حبينا بس ندي تمرين مختلف في موضوع تاني، يبين لنا إن الكلمة نفسها ممكن تبقى يعني في هذا السياق مختلف عن السياق التاني. بعد ما هنخلص التمرين ده هنرجع تاني لموضوع الصراط المستقيم عشان نشوف إزاي من خلال القرآن الكريم نستخلص معنى، يبقى زي حاجة اسمها زي تفسير القرآن بالقرآن. القرآن الكريم هو يفسر بعضه بعض. اتكلمنا إن في التدبر على مستوى الكلمة فيه مشتقات الكلمة اللي هو مصدر الكلمة، وبالتالي المصدر ده ممكن بقى بيبقى اسم فعل حسب موقعه في الجملة أو نواقض الكلمة وكلمات في المعنى ذاته، وهل الكلمة معنى أو معاني. ده اللي هنلاقيه بقى في التدبر على مستوى الآية، وتتبع الموضوعات ده ما هنلاقيه برضه في التدبر على مستوى الآية، لأن سياق الآيات هو اللي هيحدد لنا موضوعات الصورة بعد كده. أنا كده خلصت، حاولت ألخص لكم اللي إحنا عملناه النهاردة، ولو ليكوا أسئلة، ويا ريت يبقى في أسئلة عشان نشوف إيه المشاكل اللي بتقابلكم. ممكن أستاذ تعيد شرح برك بتاع الصراط المستقيم، لأنه وصلت متأخرة، كنا في صلاة التراويح لم أفهم التمارين. فهمت على الاستئذان بأنه السياق، خلاص هذا فهمت جيدا. بالنسبة للصراط المستقيم فهمت بأنه التمارين يخص الكلمة، صح، لم أفهم أكثر. تمام، هو في الصراط المستقيم احنا قلنا ان احنا بنبحث عن الكلمة في خلال القرآن الكريم كله، عايزين نستخلص الآيات اللي تضمنت كلمة الصراط المستقيم على بعضها أو مشتق المشتقات، صراط مثلا لوحدها أو مستقيم أو صراط بصفة تانية. المهم إن إحنا نصل في الآخر من خلال الكلمة دي بمشتقاتها أو التضاد بتاعها أو كده، بعد كده نصل إلى إيه هو الصراط المستقيم. فكان التمرين إن إحنا بنبحث في القرآن الكريم بأي وسيلة، سواء بالقراءة أو عن طريق برنامج بحث أو عن طريق تطبيق، عن مشتقات كلمة الصراط المستقيم، بحيث إن إحنا من خلال جمع الآيات مع بعضها نحاول نفهم بشكل إجمالي إيه هو الصراط المستقيم. ده كان التمرين السابق، وده اللي إحنا اتناقشنا فيه. كل اللي حصل إن إحنا جمعنا الآيات اللي الإخوة والأخوات جابوها وبدأنا إن إحنا نقرأها مع بعض. ما عملناش أي حاجة غير إن إحنا عرضنا بس الآيات،
وقلنا ان احنا محتاجين ان احنا ندعم ده بفهم السياق، لان في بعض الناس هتلاقي ان هو جاي بيتكلم جزء من الايه فقط، تمام، او حتى الايه لكن هو مقتطع من سياقها. فحبينا يعني التمرين ده احنا اديناه عشان نبين ان السياق مهم في فهم الايه، فالكلمه وحدها مش هتقدر توضح لنا بدون السياق بتاعها. في سياق يكون مكتمل في آية، وفي سياق ممكن يكون ياخد الصورة بأكملها. فعشان كده ادينا التمرين الثاني اللي هو بتاع الاستئذان، لأن ده هيبقى واضح فيه التضاد بين المعنيين. أنا بسمعك، اتفضل. أرم؟ نعم نعم أستاذ، فقط هل نطبق على تمرين صراط مستقيم السياق أو لا؟ هو خلينا الأول اعملي تمرين الاستئذان، تمام، إذا خلصتيه عشان أنت ما قدمتيش تقريبا الصراط المستقيم وكان عندك وقت، اعملي تمرين الصراط المستقيم، جمع الآيات، قدرت تعمليه مع السياق تمام، ما قدرتيش ممكن نخليه هو ده هيبقى التمرين الجاي. نحنا من خلال هنشوف كل سياق آية الصراط المستقيم كان بيتكلم فيها إزاي، يعني ده هنعرضه المحاضرة الجاية. الحصة المقبلة الثلاثاء القادم يعني، حتى على أسبوع ولا قبل؟ على نفس الرابط اللي احنا حطيناه دوت، الساعة 10 بتوقيت القاهرة، 10 الجزائر بتوقيت كام، فرق ساعة، يعني يوم الثلاثاء نفس. حاليا انت الساعة عندك كام؟ احنا الآن 10:30. تمام، يبقى فرق ساعة، نعم يبقى انتوا يبقى عندكم 9 مساء، عندنا 10 مساء ان شاء الله الثلاثاء القادم ان شاء الله. إن شاء الله. شكرا. البشمهندس برضه هيقول ازاي التمرين بيتسلم عشان تقدري تسلمي التمرين في طريقة تسليمه، فانا هدي المايك للبشمهندس هشرح لنا بقى طريقة التسليم. اتفضل يا بشمهندس. السلام عليكم. بالنسبة لطريقة التسليم، احنا في جروب على الواتساب اللي احنا بنبعت عليه كل مرة، بنبعت فيه المحاضرة بعد المونتاج، وبنبعت الايه التاسك. طبعا احنا بنبتدي نشتغل على التاسك من بعد المحاضرة على طول، يعني مش انت مش محتاج اللي هو رابط التسليم مباشرة، يعني بنشتغل عليه. وبعد كده بعد حضرتك ما بتخلص التاسك بتاعك كامل، بترفع التاسك ده على رابط تحميل الملف. انا لو عملت شير سكرين هنلاقي اللي انا الرابط اللي انا كنت باعت حاجه زيه، اللي هو كلمه رابط تسليم التاسك ده، كان مثلا كان التاسك الثالث، المره دي التاسك الرابع ان شاء الله. حضرتك بتضغط عليه، بعد كده بتكمل البيانات. هو ده بتظهر لما انا بكون ان انا بعت التاسك ده مره قبل كده، اللي هي لقد سلمت بالرد من قبل. لكن انا لو هفتحه اول مره هيفتح معايا بالشكل ده. طبعا بحط الايميل، بضع الايميل وبعدين بكتب الاسم، بعد كده بلاقي التاسك مكتوب لي هنا هو ايه الحاجه اللي انا المفروض ان انا هشتغل عليها. بعد كده المفروض ان انا بضغط على كلمه اد فايل، تحميل الملف، بعدين سيلكت فايل، بعدين مثلا وليكن اللي هو التاسك الاول ده مثلا ملف بي دي اف، وبعدين بضغط اوكي واعمل كلمه ابلود. كده هو بيرفع الملف على الرابط. بعد كده بقول له ان انا حملت الملف، يبقى كده تحميل الملف، انا ما حطيتش كلمه رابط دي. بعدين بضغط كلمه ارسال اللي هي سبميت، كده يتبعت الايه الملف ده. ده ممكن تبقى كلمه ارسال او كلمه سبميت. طب لو حضرتك مش عارف تعمل الموضوع ده، حضرتك بتجهز الحاجه الخاصه بيك وتبعت لي على الجروب، على الخاص هنا، انا اللي هو الرقم ده، حضرتك هتبعت لي انا مثلا، انا الاسم كذا، الايميل كذا، ده التاسك بتاعي، حضرتك تبعته لي صور او تبعته لي ملف في البي دي اف مش مشكله، انا هجمع الملف واروح رافعه انا من عندي. لو حضرتك عندك مشكله يعني تقنيه في الايه في التعامل مع الايه مع الملفات، طبعا يا ريت ان احنا نحاول نسلم التاسكات اللي جايه، وبرضه زي ما الدكتور قال الحاجات اللي قبل كده برضه متاحه، وبرضه انا هجمع اللينكات برضه تاني بحيث ان انا ابعتها ان شاء الله كامله، اللي هو لينك المحاضره، لينك تسليم التاسك، ولو اي حد التاسك اللي هو نفذه. حتى احنا بنقبل الكتابه على ورق، يعني حضرتك لو عايز تكتب على ورق وتصور لي وانا اجمعها انا مش مشكله، هتبعت لي مثلا الصوره بس هتكتب لي بس الرقم بتاعها، يعني دي صفحه رقم واحد،
دي صفحة رقم 2، دي صفحة رقم 3، دي صفحة رقم 4، عشان لما اعملهم انا ملف بي دي اف واجي ارفعه يبقى الملف بي دي اف كامل. بالنسبة للتاسك بس اللي بعت لي على الواتساب، انا ممكن ارفع رابط انا لقيت الكتاب اللي انا المعجم اللي انا بدور فيه، انا لقيت ليه حاجة يعني لو حد بيحبه اللي هو الكتب بس بي دي اف هذا الشكل يعني. هو نفس الشكل يعني اللي هو بتدور انت في الباب وبعدين هو ايه عندك مثلا الصورة او حاجة زي كده. وفي موقع تاني، الموقع ده يعني هنا مثلا بتختار مثلا الصورة وليكن مثلا الصورة مثلا الزخرف الآية مثلا وليكن مثلا الآية رقم، هنا مثلا هو بيعمل لك عدد الآيات مثلا، فأنت بتلاقي مثلا الآية رقم 73 مثلا، هو هنا بيجيب لك الآية بالتشكيل. هبعت الرابط برضو يعني ده اللي هو اللي بيبحث في المعجم يعني، مثلا انا علشان مثلا اخدها للوورد على طول يعني بالتشكيل بتاعها بهذا الشكل يعني، انا كنت بعمل كده يعني بشوف الآية مكانها فين وليكن مثلا في ال ايوه في البي دي اف ده مثلا وليكن مثلا الايه مثلا صوره عبسه، الصوره دي رقم 80 والرقم الايه رقم 31، يبقى انا لو عايز صوره عبسه، صوره عبسه رقم 80، الصوره رقم 80 عبسه رقم 80، الايه كانت الايه رقم 31 31 كده هو هيجيبها الآية، هتلاقي هو مظلل لك الآية بإيه تظليل مختلف، وأنت تحاول بقى إيه تشوف السياق يعني، ممكن مثلا الآية دي تبقى هي آخر آية هنا، فأنت هتحتاج مثلا آية بعدها أو آية قبلها مش بترجع بالصفحة، بترجع بالآية 31 هتجيب مثلا 30 هيجيب لك اللي قبلها، مثلا لو جبنا ال 41 هتلاقيه إيه ودك في صفحة تانية 41. وبعدين بدأ في التكوير من تحتها يعني هذا الشكل يعني. ان شاء الله برضه هجمع دول وابعت لكم الروابط بتاعتهم بحيث لو حد حابب ان هو يبحث عن طريق البي دي اف والموقع، ولو في حد يعني اشتغل على تطبيق كويس ممكن يبعت لي بس اسم التطبيق وانا ايه لو لقيت حاجه المره الجايه برضه بوضح لكم الشغل عليها بيتم ازاي. شكرا يا باشمهندس، ومعلش لو تحط برضه المجموعة عشان لو في حد بره المجموعة يقدر يدخل فيها اللي هي مجموعة تسليم التاسكات. وعايزين بس ننبه يا جماعة إن إحنا مننشرش حاجة خارج نطاق مهما كان أهميتها خارج نطاق الدورة عشان الناس يعني ما يفضلش إنها تتشتت يعني. ما شكرا لكم، شكرا يا باشمهندس، شكرا لكم جميعا يا جماعة.